بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. نستفتح هذا اللقاء بقول الحق تبارك وتعالى في هذه الآية: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه يختار الرسل، لأن الرسالة والنبوة اصطفاء من الله واختيار من الله، وليست مكتسبة كما يقوله الفلاسفة ومن سار على نهجهم، وإنما هي اختيار من الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم حيث يجعل رسالته. هو سبحانه لا يختار لهذه الرسالة إلا من يعلم أنه يصلح لها. الله يصطفي، أي يختار سبحانه وتعالى، يختار من الآدميين ويختار من الرسل. فالرسل على قسمين: رسل من الملائكة ورسل من البشر، لأن البشر لا يطيقون رؤية الملائكة. فمن حكمة الله جل وعلا أنه اختار للبشرية رسلا من جنسهم، يتخاطبون معهم، يجلسون معهم ويعرفونهم. فالله سبحانه حكيم عليم، وهو أعلم حيث يجعل رسالته. ولما قال المشركون: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، قال الله جل وعلا ردا عليهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو يعلم من يصلح لهذه الرسالة. والرسل من الملائكة، مثل جبريل عليه السلام، ملك الموت، وغيرهما من رسل الله الذين يرسلهم الله إلى الرسل البشر، يبلغونهم ما تحملوه عن الله سبحانه، ورسل البشر يبلغون البشر ما أوحي إليهم من ربهم، وهم أمناء على ذلك. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني من بني آدم. إن الله سميع بصير. وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه سميع لأقوال الناس وبصير بأحوالهم، لا يخفى عليه شيء من ذلك. ثم قال: يعلم ما بين أيديهم، أي ما سبقهم من الأمور في الماضي، وما خلفهم يعني في المستقبل. فهو سبحانه
يعلم الماضي ويعلم يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل، لا يخفى عليه شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثم قال: وإلى الله لا إلى غيره ترجع الأمور، كل الأمور ترد إلى الله سبحانه وتعالى، والخلق يرجعون إلى الله، وكل شيء يرد إلى الله سبحانه وتعالى، فهو المرجع وإليه ترد أمور الخلق، تدابير الخلق، ومحاسبة الخلائق، كل هذا يرد إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلته، كما نرجو من الإخوة والأخوات أن تكون الأسئلة التي تطرح أيضا مختصرة ومفيدة للجميع. هذا سائل يقول: الشيخ صالح، هل يجوز أن نقرأ القرآن بدون وضوء سواء كان ذلك من المصحف أو عن ظهر قلب؟ أما عن ظهر قلب فنعم يجوز مع الحدث الأصغر من غير وضوء، أما مع الحدث الأكبر وهو الجنابة فلا يجوز قراءة القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل ويرتفع عنه حدث الجنابة. وإذا قرأ من المصحف عليه حدث أصغر جاز ذلك، لكن لا يمس المصحف مباشرة، بل يكون ذلك من وراء حائل أو بواسطة آلة يتابع فيها الحروف ولا يمسها بيده إلا وهو على وضوء، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. من الأسئلة التي وردت تقول الأخت السائلة أم إيهاب: هل يجوز أن نسجد سجود السهو في النوافل وصلاة القيام والركعات التي بعد الفريضة، أم أن هذا خاص بالفريضة فقط؟ نعم. يقول: سجود السهو، تقول هل هو في النوافل وصلاة القيام أم في الفريضة؟ في كل صلاة من فرض ونافلة إذا سهى فإنه يسجد للسهو، إن كان هذا السهو عن نقص في الصلاة، هذا السجود عن نقص في الصلاة فالأفضل يكون قبل السلام، وإن كان عن زيادة في الصلاة سهوا فإنه يكون بعد السلام، هذا هو الأفضل. نعم. يقول هذا السائل أبو صالح بأنني أنا دلال وقد دليت زبون على شراء بيت فأعطاني مبلغ، هل هذا حلال وما حكم أخذ العربون؟ إذا كنت سمسارا بين البائع والمشتري فلك أن تأخذ الأجرة على ذلك، هذا يسمى بالسمسرة، وهي جائزة لأنها لمصلحة الطرفين، ويجوز أن تؤخذ السمسرة من البائع أو من المشتري حسب الشرط، حسب الشرط بينهما. نعم. هذا السائل أبو إبراهيم يقول: يا شيخ، في السابق كنت قد تركت فروضا من الصلاة، أما الآن ولله الحمد فقد التزمت بها في أوقاتها ومع جماعة المسلمين. بالنسبة للفروض التي تركت في صغري بعد بلوغي، هل أعيدها؟ إذا كانت كثيرة فإنك لا تعيدها، عليك بالتوبة والمحافظة على الصلاة في المستقبل. أما إذا كانت قليلة وبإمكانك قضاؤها
فإنك تقضيها مرتبة، هذا قول الجمهور من أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم. نذكر السادة المشاهدين بتليفون البرنامج مرة ثانية على الشاشة، ونعود إلى أسئلة الفاكس التي وصلت قبل بداية البرنامج. يقول هذا السائل: أخذنا عمرة الأسبوع الماضي ولبست أختي النقاب وهي في الطواف، وأكملنا العمرة ورجعنا إلى الرياض. إذا كانت ناسية أو جاهلة أن المحرمة لا تنتقب وفعلت ذلك من غير تعمد فلا حرج عليها في ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان، قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. عبد العزيز من حائل، تفضل يا عبد العزيز. عبد العزيز معنا؟ عبد العزيز، طيب انقطع الخط. الأخت السائلة تسأل عن برد الأسنان من الأسفل وليس التفليج. إذا كان هذا من باب الإصلاح للأسنان فيها خلل فيعالجها بإزالة الخلل التي فيها فلا بأس بذلك، أما إذا كان هذا من أجل التجمل وليس سببه خلل وليس سببه حصول خلل في الأسنان فلا ينبغي ذلك. نعم. هذا سائل يقول: شيخ، أريد معرفة كيفية صلاة الضحى وعدد الركعات وأقلها. صلاة الضحى سنة وعددها أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: كنت مقيم بمكة وأحرمت للعمرة من السكن وأتممت العمرة وتحللت منها، وأنا لا أعرف أن أهل مكة لابد أن يحرموا من التنعيم، فأفيدوني في عمرتي مأجورين. نعم، هذا نقص، ولا الذي في مكة سواء كان من أهلها أو قادما إليها وهو يريد العمرة، يعني أراد العمرة من مكة، فلا بد أن يخرج إلى الحل، إلى خارج حدود الحرم، إما من الجعرانة وإما من التنعيم وإما من عرفة وإما من أي مكان خارج الحرم، لأجل أن يجمع في نسكه بين حل وحرم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تحرم بالعمرة وهي في مكة أرسلها مع أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر فأحرمت من التنعيم لأنه أقرب الحل، لأنه أقرب الحل، فيحرم من خارج الحرم إذا كان نوى العمرة وهو في الحرم. نعم. سعيد من الباحة معنا على الخط، تفضل سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. في ارتداد. حياكم الله. سعيد لو سمحت تقصر التلفزيون شوية اللي عندك لأن فيه صدى. طيب. تفضل. يا طويل العمر، اليدين عند واحد وطلب مني سيارة وقال اخصم المبلغ القديم، هل يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، طلب منك؟ طلب مني سيارة، اعطيه سيارة. نعم. واخصم الدين. يعني يبي انت لك دين عليه؟ ايوه لي دين طال عمرك. هو يبيك تبيع عليه سيارة، وش دخله الدين؟ اخصم الدين القديم. كيف تخصمه؟ الدين القديم باقي على ما هو عليه.
يقول الشيخ خذ الدين القديم والسيارة هذه تبدأ من جديد، ما أدري جائز ولا ما هو جائز. تبيع عليه السيارة بثمن المستقل والدين باق بحاله، إن شئت أنك تعفيه منها ومن بعضه تسامحه فلا بأس بذلك، أما أنه يشرط هذا فلا يجوز. طيب شكرا. فضيلة الشيخ أبو مازن يقول بأنه نذر قبل 3 سنوات إن شفي ولده من هذا المرض بأن يتصدق بجمل كامل، وفعلا الطفل برئ وشفي بفضل الله عز وجل، فيقول الآن أنا فقير، هل يسقط هذا النذر؟ النذر لا يسقط لأنه نذر طاعة، قد قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهو نذر أن يتصدق بلحم هذا الجمل فلا بد أن يذبحه وفاء بالنذر، وإذا كان لا يستطيع فإنه يبقى النذر دينا في ذمته حتى يستطيع فينفذه. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول منزلنا قريب من الجامع وتقام فيه المحاضرات، وبعض الأوقات تكون في الحيض، هل يجوز دخول المسجد للنساء من أجل سماع المحاضرات؟ الحيض لا تدخل المساجد وتجلس فيها، يعني لا تجلس في المسجد لأجل سماع محاضرة ولا غير ذلك. والآن الحمد لله بمكبرات الصوت بإمكانها أن تستمع وهي خارج المسجد، ولا حاجة إلى دخولها في المسجد. نعم. إبراهيم من الحوطة معنا على الخط، تفضل يا إبراهيم. مساء عبد الكريم وفضيلة الشيخ صالح. حياك الله. سؤالي أنا الشيخ صالح، ما حكم عدم الأخذ بالأسباب وتعليق الأمور بالقضاء والقدر؟ نعلم بعض الأمور تحصل ويقول الإنسان هذا قضاء وقدر ويترك الأسباب. أنا أريد تعليق من الشيخ صالح عن عدم الأخذ بالأسباب في بعض الأمور اللي تعيق الإنسان مثلا. شكرا يا إبراهيم. الله سبحانه وتعالى أمر بالأخذ بالأسباب النافعة وأمر بالتوكل عليه، فلا بد أن يجمع بين الأمرين، الأخذ بالسبب النافع والتوكل على الله في حصول المطلوب، ولا يجوز الاعتماد على التوكل وترك الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب، كان يلبس الدروع للقتال وهذا سبب من الأسباب، وكان يفعل الأسباب عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا قال وخذوا حذركم، يعني من العدو، خذوا حذركم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وهذا من الأسباب، فالله أمر باتخاذ الأسباب، ولا يقتصر الإنسان على التوكل ويترك الأسباب، ولا يعتمد على الأسباب ويترك التوكل، بل لا بد من الجمع بينهما. ولهذا يقول العلماء الاعتماد على السبب شرك وترك التوكل قدح في الشريعة، فلا بد من الجمع بينهما. نعم. صالح من الطائف معنا على الخط. يا صالح لو سمحت قصر التلفزيون شوي، الله يعافيك. قصر التلفزيون. تفضل تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام. قراءه القران يا شيخ من الجوال اذا كان مع حدث اصغر مثلا، هذا سؤالي. الله طول عمرك. شكرا. نعم اقرا القران من الجوال ومن غيره لا باس بذلك، فالقرآن يقرأه الإنسان من المصحف أو يقرأه من الجوال لا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول عبد الله أخبروني ما كيفية التيمم
وفي حالة البرد الشديد هل يسقط الوضوء؟ التيمم كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب بيديه الأرض مبسوطتين على صعيد طاهر، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه، فيقسم الضربة الواحدة بين الوجه والكفين. وإن ضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، فلا بأس بذلك، ولكن الصفة الأولى أرجح وأصح. نعم. قراءة القرآن في حال الحدث الأصغر الشيخ صالح؟ لا بأس من غير مس المصحف، لا بأس بقراءة القرآن وعليه حدث أصغر من غير مس للمصحف، بأن يكون من وراء حائل إذا كان يقرأ من المصحف وعليه حدث أصغر، أو أن يقرأه عن ظهر قلب، لا بأس بذلك. نعم. عبد الرحمن معنا على الخط، فضل عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله بخير. إذا طال عمرك ما صمت الست في شوال، هل أقضيها في ذي القعدة أو أصومها؟ لا يا أخي، لا، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال خصصها الرسول صلى الله عليه وسلم بشهر شوال، فإذا انقضى شهر شوال فأتى محلها. نعم. شكرا يا عبد الرحمن. من السودان سائل يقول بأنه تاجر ذرة وبطيخ، هل عليها زكاة وما هي عروض التجارة؟ الذرة فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، لأنها من الحبوب، وأما الخضار فلا زكاة فيه في نفسه، وإنما الزكاة في قيمته، فإذا باعه وحصل على نقود منه تبلغ النصاب وحال عليها الحول يزكيها، أو كان يبيع بالخضار، يبيع ويشتري بالخضار، فإن هذا من عروض التجارة، يزكي قيمته لإخراج ربع العشر منها. نعم. هذا السائل يقول بعض الذين يحضرون إلى الصلاة وعند جلوسه في المسجد قبل الصلاة وبعدها يجمع كفيه ويقرأ ولا ندري ما يقرأ، هل يجوز هذا؟ في الصباح والمساء من باب الورد، ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، ويمسح بهما ما أقبل من بدنه، لا بأس بذلك، ولكن كون هذا عند النوم، عندما يريد النوم، هذا هو الذي وردت به السنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. يحيى من جازان، تفضل يا يحيى. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ صالح. واخر الأطفال شوية. عليكم السلام. الأطفال اللي عند السماعة، تفضل. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. الله يحفظك. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول، الله يحفظك، أنا عسكري وأعمل وعندي صلاة الفجر أمتنع عنها أحيانا علشان من جهة العمل ما يسمح لي بالصلاة، لازم أكون مبكرا عندهم وأترك صلاة الفجر ما أصلي يا جماعة، هل علي فيها شيء يا فضيلة الشيخ؟ تصليها في مكان العمل، وإذا كان عندك من زملاء. لا والله مو في مكان العمل، بس أنا مثلا أصليها منفردا لحالي، ما أصليها جماعة، منفردا لحالي. اسمع الإجابة. العمل ما يسمح لي. اسمع الإجابة يا أخي. إذا كان العمل يتطلب منك البقاء في المكان، صل في مكانك والحمد لله. السؤال الثاني. أنت معذور في ترك الجماعة. السؤال الثاني. السؤال الثاني، الله يحفظك، إذا انتهى عندي العمل مثلا وفرضا باقي من صلاة العصر ساعة ونص، وارجع احيانا انام واترك صلاة العصر، هل علي فيها شيء؟ لا، ما يجوز لك هذا، تصلي العصر اولا ثم تنام. نعم. السؤال الثالث. لا متعمدا مثلا كذا، بس هبني نومه كذا خفيفه كذا واغضي عن صلاة العصر، ما اصلي عنها متاخرا.
إذا كان دخل وقت العصر يا أخي صل قبل أن تنام. السؤال الثالث يا أخي. تأخذ منك وقت. السؤال الثالث الشيخ، اللعن غير الإرادة للجوزة، هل اللعن هذا حرام؟ غير إرادة كذا بس أثناء العصبية الله يحفظك. نعم. اللعن الله يحفظك للجوزة من غير إرادة ذا. عصبيا مثلا تعصب كذا وتلعن وتستغفر فيها، هل عليك فيها شيء الله يحفظك؟ للزوجة ما لا يجوز لعن الزوجة ولا غيرها، قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي، قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، ولعن الزوجة لا يجوز زيادة لأنه من سوء العشرة، والله جل وعلا قال وعاشروهن بالمعروف. نعم شكرا. هذا سائل يقول أنا مؤتمن على محل وأبيع وأشتري ومسؤول عن أي شيء في المحل، هل يجوز لي أن أخذ من قيمة بعض المبيعات على أن أسجلها علي دين حتى أستلم راتبي وأسدد ما أخذت من غير علم صاحب المال؟ أنت مؤتمن يا أخي ولا يجوز لك هذا إلا بإذن صاحب المال، إذا أذن لك فلا بأس، أما أن تأخذ من ماله بغير علمه فهذا لا يجوز ولو أنك تحتسبه قرضا عندك. نعم أحسن الله إليكم. هذا عبد الله يقول اشتريت مجموعة من الإبل قبل أكثر من عام، فهل فيها زكاة؟ وهذه الإبل قصدي نية المتاجرة فيها. نعم هذه الزكاة في قيمتها، هذه عروض تجارة تعتبر، فإذا حال عليها الحول وهي في ملكك فإنك تقومها بما تساوي وتزكيها بإخراج ربع العشر، وإن بعتها أو بعت شيئا منها وبقيت قيمته عندك وحال عليها الحول وهي تبلغ النصاب فإنك تزكيها أيضا، تزكي هذه الدراهم بإخراج ربع العشر منها. نعم. جابر من أبها معنا على الخط، تفضل جابر. تفضل يا جابر معنا. طيب هذا يقول بأن عليه أيام من رمضان فقد كان يقول مريضا والآن هو في صحة طيبة ويعمل من الصباح حتى المساء، هل يجوز تخصيص الاثنين والخميس لقضاء هذه الأيام؟ تقضيها حسب استطاعتك في الوقت الذي تقدر فيه على القضاء، سواء وافق الاثنين أو الخميس أو غيرهما من الأيام، المهم أنك تقضي هذه الأيام لأنها فرض عليك وفي ذمتك. نعم. الأخت السائلة تقول بالنسبة للمرأة هل يجوز لها رفع يديها عند الركوع والسجود في الصلاة مثل الرجال؟ لا بأس بذلك، ولكن تستر كفيها، تستر كفيها بثوبها. نعم. هذا سائل للبرنامج يقول صليت، وأنا السائلة تقول في سنوات سابقة صليت وأنا ألبس جنيهات ذهب، واستمر معي هذا يا فضيلة الشيخ عدة فروض، فما الحكم علما بأني جاهلة؟ لا بأس بذلك أن تصلي المرأة وعليها الحلي، لكن إن كانت بحضرة رجال غير محارم لها فإنها تسترها، لا بد من ستر زينتها، أما إذا كانت عند نساء أو بحضرة محارمها لا بأس بذلك. نعم. سائل آخر يقول الشيخ بالنسبة لصندوق يخصص لتكاليف مراسم العزاء التي تحدث للأسر وللمشاركين في الصندوق، ويشمل ذلك تكلفة موقع العزاء من الفرش والكرسي والقهوة وطعام أهل الميت من المعزين لمدة 3 أيام، هذا لا أصل له وهذا من أكل المال بالباطل ولا يجوز، والعزاء ليس له مكان وليس له وقت، وإنما إذا لقيت
المصاب تقول أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، أو تتصل به بالتلفون أو بالجوال وتعزيه، ولا حاجة إلى تخصيص مكان ولا إلى فرش ولا إلى صناعة طعام للمعزين، كل هذا من الآصار والأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. أبو مشاري من الرياض معنا على الخط. أبو مشاري لو سمحت تكسر التلفزيون شوي لأن في صدى عندنا. تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بخير. السلام. ما أدري شيخ، عندي الوالدة تقول مثلا لو مثلا راحت وصلت مع الجماعة وطلبت وصلت في صلاة العيد، هل يعني تقبل نسبة صلاة هذا الشيء ذا ولا؟ لا بأس أن تصلي المرأة على الجنازة سواء منفردة أو مع نساء أو خلف الرجال، لا بأس بذلك الحمد لله. نعم. والسؤال الثاني شيخ، بالنسبة للشعر المرأة لا قصة الشعر من دون سبب، هل يعني وش حكم الشيخ لو جدعت زبالة عزك الله؟ المرأة توفر شعرها يا أخي لأنه جمالها، وإنما تأخذ منه عند التحلل من الإحرام من حج أو عمرة قدر أنملة كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وما عدا ذلك فإنها توفر شعرها لأنه جمالها وزينتها. نعم. بقي شيء أبو مشاري؟ شكرا. هذا السائل يقول في يوم العيد لم نطف الطواف إلا في اليوم الثالث عشر، طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة، فهل يجوز ذلك وماذا علينا؟ نعم، إذا أخرت طواف الإفاضة وطفته عند السفر فإنه يجزي عن الوداع، لأنه يصدق عليك أنه آخر عهدك بالبيت، تنويه للإفاضة ويجزي عن الوداع. نعم. يقول بأنه عازم للحج هذه السنة إن شاء الله، أيهما أفضل وأنا مقيم في الرياض من الأنساك؟ الأفضل لك التمتع بأن تحرم بالعمرة من الميقات، فإذا وصلت إلى مكة تؤدي العمرة بطواف وسعي وتقصير ثم تتحلل من إحرامك، ثم إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة تحرم بالحج، ويكون عليك فدية التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بالنسبة للعلوم الشرعية ومنها علم الفرائض، هل لابد من دراسته أم أن هناك أشخاص يختصون بدراسة هذا العلم؟ هذا فرض كفاية، تعلم الفرائض، تعلم أحكام المعاملات وأحكام الأنكحة وأحكام الطلاق وما يحتاجه المسلمون، تعلمه فرض كفاية على من عنده الاستعداد لذلك، فإذا قام به من يكفي ويسد حاجة المسلمين سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة، وإذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأثمون بذلك. نعم. جابر من أبها معنا على الخط. جابر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مساء الخير يا شيخ صالح. مساك الله بالخير. والله يعطيكم العافية إن شاء الله. تفضل. يا شيخ عندي ثلاث أسئلة الله يوفقك. تفضل. السؤال الأول. السؤال الأول، أنا متزوج من قبل 36 سنة، واللي حصل طال عمرك إني تزوجت زوجة ثانية وزعلت زوجتي الأولى هذه وراحت لأهلها
وجلست عندهم إلى حد الآن سنة، وحاولت فيها أنها ترجع طال عمرك، وطلب الطلاق زوجتي الثانية. فهذا يصير يا شيخ؟ هذا لا يجوز لها، وهذا نشوز، هذا نشوز، ولا يجوز لها ذلك، وعليها أن ترجع، كما أن عليك أن تعدل بين الزوجتين، أن تعدل في النفقة والكسوة والسكن وغير ذلك. اصبر يا أخي، عليك أن تؤدي حقوق الزوجات الواجبة عليك، تعدل بينهن، ولا يجوز لواحدة منهن أن تترفع أو تشترط طلاق زوجتك الأخرى، هذا أمر لا يجوز، منهي عنه، والله باح تعدد الزوجات لمصلحة النساء أكثر من مصلحة الرجال. نعم. السؤال الثاني يا يحيى. السؤال الثاني طال عمرك، أنا علقت طلاقها، كلمتها في 8 رمضان السنة هذه، وعلقت طلاقها طال عمرك إلى يوم 20، وقلت إلى ما تبين ترجعين إلى بيتك وأولادك فأنت طالق، طلقة واحدة، هل بإمكاني طال عمرك أرجع لها؟ والله يا أخي هذا تراجع المحكمة عندكم، تراجع المحكمة الشرعية، تسأل القاضي عن طلاقك. نعم. شكرا. فضيلة الشيخ، هذا يقول: هل تخليل الأصابع في التيمم واجب أم يمسح ظاهر اليد فقط؟ عليه أن يبلغ الماء، أن يبلغ الماء بين الأصابع وما خارجهما، عليه أن يبلغ الماء. وأما التخليل فهو سنة لأجل التأكد من وصول الماء، بلوغه لما بين الأصابع، هذا سنة. أما وصوله إلى ما بين الأصابع فهذا فرض. نعم. هذا يسأل يقول: ما الضابط يا شيخ صالح في إجراء العمليات التجميلية بالنسبة للنساء؟ فأنا أريد لزوجتي أن تجري عملية لسحب الدهون في بطنها بسبب الترحل. يا أخي، العلاج إذا كانت تحتاج إلى هذا فلا بأس، إذا كان فيها تشويه وتزيل بالعلاج، أو فيها مرض وتعالجه لإزالته فلا بأس بذلك. نعم. أبو بندر من جدة، تفضل يا أبو بندر. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. هي طبعا هي قالت لي توديني إلى المستشفى تحيل الزواج، وحلفت لأنها قالت ما عندي مصاري، في حالتها متيسر وعندها سيارة وأنا ما عندي شيء. وبعدين كلمتني قالت عندي فلوس بعد حلف اليمين، اللي قلت والله ما أوديك، وإن وديتك يعني ما نرجع بسيارة جينا حادث. وصلتها وأبغى الشيخ يجيبني على وش علي في هذه، وعندي برضو سالفة عليك كفارة يمين، عليك كفارة يمين، إذا حلفت ما توديها ووديتها يعني عليك كفارة يمين، وهذا هو الأفضل، إنك توديها وتكفر عن يمينك. نعم. طيب كم التكفير اليمين يعني؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، كل مسكين 1.5 كيلو، يعني 15 كيلو على 10 مساكين، كل واحد له 1.5 كيلو، أو كسوتهم، كل واحد له ثوب، أو كسوتهم، أو كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، عتق رقبة، مخير بين هذه الثلاثة. وإذا لم تقدر على شيء منها تصوم 3 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. شكرا. نعم. الله يجزيك خير. شكرا. برضو في سؤالين. تفضل. والسؤال الثاني، ذهبت أيام رمضان فكان في زحمة في عند الصفا والمروة، فأنا متأكد كم بسبب، ولكن ما أدري أنا وصلت للحد النهائي ولا قصرت يعني. نعم. عندي تشكيك يعني أنا قلت لي زحمة وما أدري أنا كملت السؤال، أنا كملت صح 7، لكن ما أدري الصفا السعيد أتممت على الصحيح ولا قصرت يعني في السير. طيب. متى حصل، متى
متى حصل الشك؟ أثناء السعي ولا بعد ما فرغت؟ والله بعد ما فرغت، وبرضو أثناء السعي حصل الشك. إذا شككت وأن تسعى أو تطوف في عدد الأشواط كملها، تبني على الأقل وتكملها. أما إذا شككت بعد انتهاء السعي أو الطواف فلا تلتفت إلى الشك بعد الفراغ من العبادة. السؤال الأخير. السؤال الأخير، الوالدة تقول كانت تبغى تصوم الستة بعد رمضان بس ما قدرت، وتقول بتخليها في الخميس والاثنين. لا يا أخي، ما يحط ما يؤخر إلى الخميس والاثنين، يصوم الست في الخميس في الاثنين في غيرهما من شوال. الحمد لله، شكرا. الله وسع هذا، وكيف تضيق على نفسك تحددها بيوم معين؟ نعم، شكرا. فضيلة الشيخ يسأل عن الآية الحج أشهر معلومات، وما هي أشهر الحج؟ الحج أشهر معلومات، أي الإحرام بالحج يكون في أشهر معلومات، وهي شهر شوال وذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه هي أشهر الإحرام بالحج. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء، والذي سجل مع فضيلة الشيخ العلامة الصالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.